السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين عيلة وحبايب ومستقبل حسن دراسة. سيب لي لايك ويلا بينا. داعية تخفى في قناع الزهد والتقوى، ولكن من فترة قصيرة وجاي بدأ يسقط هذا القناع. هذا الشخص كل مرة بنقول انه وصل للقاع يفضل يحفر ويحفر ويحفر لحد ما يفاجئنا بانه وصل للقاع اللي بعده، بتحسه داخل مسابقة انحطاط وفجور مع نفسه، لدرجة ان بقيت خايف يقوم من النوم ينزل تويتة مثلا على تويتر او اي حاجة فيها اعتذار للصهاينة عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا الشخص يدعى وسيم يوسف. هذا الشخص اتعودنا عليكم بوشين وبتصريحين متناقضين وبرأيين متعاكسين، وده حصل بعد ما رضى يشتغل عند حكام الإمارات ويتجرد من القيم والمبادئ والقادسية. كل من يزايد على معاهدة السلام مع إسرائيل، سواء بالطرف الأول بحرين والإمارات والطرف الثاني هي إسرائيل. فلسطين ساحة جهاد وساحة قتال وساحة ضد العدو الصهيوني المغتصب للأرض، ونحن هنا في دولة الإمارات ما عندنا سفارة يهودية ولا نعترف بكيان صهيوني. إسرائيل لم تمزق العراق ولم تحرق العراق، إسرائيل لم تلقي البراميل المتفجرة في سوريا على أبناء سوريا. كل بلاء تراه في أمة الإسلام اعلم أن خلفها اليهود. إسرائيل لم تحرض على مصر على أهل مصر، إسرائيل لم تفجر ليبيا، ولا وإسرائيل لم تجعل لبنان طوائف. كان اليهود يعتمدون على عدة أمور في إعلامهم. أولاً تزييف الحقائق. وسيم كتب تغريدة بيقول فيها واقترب تحقيق التعايش بين الأديان، واقترب الهلال من الصليب من نجمة داود على أرض السلام أبو ظبي. سيصبح البيت الإبراهيمي نوراً يبدأ من أرض التسامح أبو ظبي إلى العالم بأسره، ويعانق الهلال الصليب ونجمة داود. وهنا وسيم بيبان على حقيقته وبيبين هو عايز ايه، بيبشر بدين جديد، دين مخلوط 3 في 1، يعني عايز يعمل كوكتيل اديان اسلامية على مسيحية على يهودية، وتدينا دين ابراهيم والبيت الابراهيمي. يا اخي والله ابراهيم عليه السلام بريء منك ومن اشكالك، انت مش مكفيك كلام رب العالمين لما قال وما كان ابراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا اخي ده حتى افخاي من فرحته بيك اعاد نشر التويتة بتاعتك وكاتب عليها احسنت يا بطل، ده غير حساب اسرائيل العربية اللي اشاد بجهودك، مع ان متاكد ان فخاي في قرارات نفسه كان بيقول يا مطبلاتي يا راكس، يعني اكيد انت كنت قذر في نظر. بس دلوقتي يا وسيم بخصوص الدين الجديد مين هيكون النبي بتاعه؟ اوعى تقول لي انت، والله بيعدمك ابن زايد. اما الكعبة بتاعتكم فمش هسألك ازاي هتكون، ما هي معروفة اكيد هتكون الخرابة اللي مسمينها البيت الابراهيمي، بس كمان معرفناش في اي شهر هتحبوا فيه، وايه اسم كتابكم الجديد؟ يعني مثلا هتجمعوا كتاب القرآن والانجيل والتوراة في كتاب واحد، ولا هتعملوا نسخة مختصرة مثلا؟ انا بس حابب اطلع على الدين الجديد بتاعكم علشان هو باين عليه جدا انه هيكون دين مسخرة، لان اكيد هيكون عندكم الخمرة حلال وعورات النساء برضو حلال، لان ما ينفعش الدين بتاعكم يخرب السياحة اللي هي اساس الاقتصاد. يا اخي انا بسمع عن واحد بيبيع دينه علشان دنيته، لكن انت بتبيع دينك علشان دنيا غيرك، يعني لا في حياتك هتكون امير ولا حتى وزير، انت شخص تستخدم زي ما بيستخدموا الاكلينكس كده مرة واحدة. بص يا وسيم انا شخصيا ما عنديش اي مشكله ان يكون في علاقه كويسه وطيبه وسلام بين كل الطوائف، بس ايه دخل اسرائيل باليهود؟ انتوا ليه عايزين تقنعونا بالقوه ان الكيان الصهيوني بيمثل اليهود في العالم؟ طيب روح هات اعتراف من يهود العالم بان الكيان ده يمثلهم، بعد كده تعالى احتال علينا. سلام.